أهلا بكم. في هذا الفيديو راح نتعلم 10 مهارات مهمة وسهلة في برنامج إكسل. تابعونا بعد الانترو. كيفية إيجاد نسبة الخصم على المبيعات. طبعا عندنا هذه هي المبيعات، وطبعا هذا المبلغ الأصلي والمبلغ بعد الخصم. حتى نوجد نسبة الخصم ضروري جدا أنه نغير الكيبورد إنجليزي ضروري، ومن ثم نكتب يساوي بهذه الخلية اللي بيها نسبة الخصم، ومن ثم نكتب 1 ناقصا، نفتح قوس، نحدد المبلغ بعد الخصم، ضروري جدا هذا المبلغ الأول، تقسيم اللي هو الخط المائل، المبلغ الأصلي، ونسد القوس، ومن ثم انتر. نسحب من خلال علامة الهاندل إلى الأخير، ومن ثم راح نحدد كل هذه الخلايا اللي بيها نسبة الخصم، ومن الصفحة الرئيسية نضغط على علامة بالمية بهذه الطريقة. مثل ما نلاحظ انه الطباخ نسبة الخصم 4%، السبلة 22%، هيتر 8%، سخان 17%. كيفية اخفاء كافة بيانات ورقة برنامج اكسل باستخدام خدعة بسيطة جدا. في البداية نحدد كافة الورقة من خلال الضغط على هذا الخيار بهذه الطريقة، ومن ثم نضغط على كنترول ورقم 1، ونذهب إلى مخصص أو كاستم، وطبعا نجي إلى هذه العبارة اللي هي جنرال ونمسحها، ونكتب 3 فوارز منقوطة. من خلال نغير إنجليزي وحرف كاف نضغط عليها 3 مرات، ومن ثم موافق. إذا لاحظ أنه تم إخفاء البيانات، وأيضا لو حبينا نكتب بيانات جديدة راح يتم إخفاءها أيضا بشكل مباشر. لو حبينا نرجع البيانات نحدد الورقة ونضغط على كنترول رقم 1، ونحذف الفوارز المنقوطة 3، ومن ثم نضغط على موافق. إذا لاحظ أن البيانات راح ترجع بشكل مباشر. كيفية إضافة علامات لتحقيق النسب المئوية. مثل ما نشاهد أمامنا طبعا النسب العالية راح تكون باللون الأخضر، والنسب الواطئة باللون الأحمر، والنسب المتوسطة باللون الأصفر. طبعا الطريقة سهلة جدا، حدد الخلايا اللي بيها النسب المئوية بشرط أن تكون نوعها نسب مئوية. من الصفحة الرئيسية نذهب إلى تنسيق شرطي، ومن ثم قاعدة جديدة، تنسيق كافة الخلايا، ومن ثم نمط التنسيق، ومن ثم نختار مجموعة الأيقونات أو أيكون جروب. راح تظهر لنا هذه النافذة. طبعا عندنا اللون الأخضر راح نختار 80، اللي هو 80 فما فوق راح يكون أخضر، واللون الأصفر راح يكون 50، اللي هو 50 فما فوق راح يكون أصفر، ومن ثم موافق. إذا لاحظ راح يكون التنسيق بهذا الشكل. كيفية حساب العمر باستخدام برنامج إكسل. طبعا عندنا في هذه الخلية المواليد، وفي هذه الخلية نريد نحسب العمر. نحدد الخلية اللي نريد نضيف بها ناتج العمر، وطبعا بشريط المعادلات بها الأعلى نضغط على المفتاح يساوي، ومن ثم نكتب الدالة year، ومن ثم نفتح قوس، ومن ثم نكتب الدالة today بداخل القوس، طبعا مع إضافة الأقواس، أقواس الدالة today، ومن ثم القوس الخاص بالدالة year، ومن ثم ناقص، نكتب year مرة ثانية، ومن ثم نفتح قوس ونحدد المواليد، ومن ثم نغلق القوس، ثم نضغط على المفتاح انتر. الآن راح نحدد الخلية، ومن الصفحة الرئيسية التاريخ نختار عام. الفرز والتصفية في برنامج إكسل. طبعا الفرز والتصفية من الأمور المهمة جدا في فرز وفلترة البيانات. وحتى نعمل فلترة أو تصفية للبيانات راح نحدد الجدول اللي يحتوي على البيانات، ومن الصفحة الرئيسية فرز وتصفية نختار تصفية. راح تظهر لنا هذه العلامات في كل عمود حتى يكون مهيئ هذا العمود للتصفية. مثلا لو حبينا نفرز الجنس بحيث يكون فقط الذكور، نلغي علامة الصح من تحديد الكل ونحدد فقط الذكور، ومن ثم موافق. أو لو حبينا يكون الفرز والتصفية فقط للأناث، نختار أنثى، ومن ثم موافق. لو حبينا نرجع كل شيء إلى الوضع الأصلي، نختار إلغاء تطبيق التصفية. لو حبينا نصفي الاختصاص من خلال مثلا فقط الهندسة، فراح نخرج كل شيء وراح نخلي هندسة حاسوب وميكانيك وكهرباء، ومن ثم موافق. إذا لاحظ راح يصبح عندنا بهذه الطريقة.
تنسيق ألوان للطالب الناجح وتنسيق ألوان مختلف للطالب الراسب. نحدد خلايا الدرجات ومن الصفحة الرئيسية تنسيق شرطي قواعد تمييز الخلايا ونختار أكبر من 50، نكتب أكبر من 49 وطبعا نختار باللون الأخضر ومن ثم موافق. من الصفحة الرئيسية تنسيق شرطي قواعد تمييز الخلايا أصغر من راح نختار أصغر من 50 وطبعا اللون الأحمر موافق. بنفس الطريقة راح نجي نحدد النتيجة. من الصفحة الرئيسية تنسيق شرطي قواعد تمييز الخلايا النص المتضمن وراح نكتب راسب بهذه الطريقة، وأيضا بنفس الطريقة تنسيق شرطي قواعد تمييز الخلايا النص المتضمن وراح نختار ناجح ونغير إلى اللون الأخضر ومن ثم موافق. إذا لاحظ أنه الدروس الناجح راح يكون بها لون والدرس الراسب راح يكون بها لون آخر. جدول للدرجات مع إجراء التنسيقات على برنامج إكسل. في البداية راح نحدد الجدول كله بهذه الطريقة، ومن الصفحة الرئيسية من هذا الخيار نضغط على كافة الحدود، ثم راح نحدد أول خليتين بالأعلى ونختار دمج وتوسيط، ومن ثم هذه الخلية أيضا دمج وتوسيط لإسم الطالب تكون باللون السمائي، اللون الأزرق للإسم. طيب الآن راح نجي للمجموع، ومن الصفحة الرئيسية نجي إلى هذا الخيار اللي هو المجموع وراح نحدد كل هذه الدرجات ومن ثم انتر. نجي إلى المعدل، من الصفحة الرئيسية إلى دالة المعدل ونختار المتوسط، راح نحدد كل هذه الأرقام ومن ثم موافق. الآن راح نجي نضيف الألوان، ممكن المجموع من الصفحة الرئيسية أداة التظليل نختار أخضر مثلا، والمعدل من أداة التظليل نختار أصفر. اختصار رهيب جدا واحترافي لجمع القيم بخطوة واحدة ببرنامج إكسل. هذا الاختصار يستخدم لجمع القيم من خلال خطوة واحدة فقط، وهي تحديد البيانات مع خلية الناتج والضغط على المفتاح Alt ويساوي راح يعطينا الجمع بشكل مباشر. أيضا بإمكاننا نجمع البيانات الأخرى، نحدد البيانات مع الخلية المراد وضع الناتج بها ثم نضغط على Alt ويساوي. بنفس الطريقة نحدد بقية البيانات ونضغط على Alt ويساوي. إذا لاحظ بخطوة واحدة وبثواني معدودة تم عملية الجمع. مشكلة عدم ظهور الصفر يسار الأرقام. لو في هذه الخلية كتبنا رقم يبدأ بصفرين مثلا 7 6 8، عندما نضغط على انتر راح تختفي الأصفار اللي على اليسار. حتى نظهر الأصفار اللي على اليسار لابد انه نتبع الطريقة التالية. اولا لابد انه نعرف عدد الأرقام الموجودة بالخلايا. طبعا هذه الخلايا تحتوي على أرقام هواتف، وأرقام الهواتف 11 رقم. في حال لو ما عرفنا عدد الأرقام بإمكاننا انه نحسب عدد الأرقام من خلال الدالة لين. طبعا نضغط على يساوي ونكتب لين ومن ثم نحدد الخلية ثم انتر. اذا لاحظ انه هنا عندنا 10 مع الصفر اللي مختفي اللي راح يكون 11. الان راح نجي نحدد الخلايا كلها اللي تحتوي على الارقام ومن ثم نضغط كليك ايمن ومن ثم تنسيق خلايا. نذهب الى مخصص ونمسح كلمة جنرال ونكتب اصفار بعدد المراتب الموجودة. طيب طبعا هنا عندنا 10 ارقام مع الصفر 11 مرتبه، فراح نكتب 11 صفر. طيب بعد ما كتبنا اصفار بعدد المراتب المطلوبه نضغط على موافق. اذا لاحظ انه الصفر راح يظهر على اليسار. كيفيه تحويل شكل الارقام من الانجليزي الى العربي. طبعا لو اردنا تغيير شكل الارقام من هذه الأرقام الإنجليزية إلى الأرقام العربية الأرقام المعتادة عندنا، طبعا هنالك طريقتين. الطريقة الأولى هي نحدد الأرقام كلها بشكل عام ونضغط على كليك أيمن على أي خلية من هذه الخلايا ونختار تنسيق خلايا، ثم نذهب إلى قائمة محاذاة ثم إلى اتجاه النص نختار من اليمين إلى اليسار بهذه الطريقة. طبعا هذه الطريقة فعالة ولكن في بعض الأحيان ما تعمل عند جميع نسخ برنامج إكسل. نستخدم طريقة أخرى فعالة بشكل مؤكد. طبعا هذه الطريقة اللي راح نستخدمها راح نكتب كود بسيط، من خلال هذا الكود راح يتم تحويل الأرقام من الإنجليزية إلى العربية. طبعا نحدد الأرقام بالإكسل ومن ثم نضغط كليك أيمن عند أي خلية من هذه الخلايا
ونختار تنسيق خلايا، ثم نذهب إلى قائمة رقم، ثم نذهب إلى مخصص، ثم نمسح هذه الجملة اللي هي General، نكتب بهذا المكان الأقواس المربعة. طبعا لابد أن اللغة تكون إنجليزي، ونضغط على حرف الدال، ومن ثم نكتب S دولار اللي هو Shift ورقم 4، من ثم ناقص، ومن ثم 2,000,006 أصفار، ومن ثم نغلق القوس المربع، نضغط على حرف الدال فقط، ومن ثم نكتب 0. بهذه الطريقة طبعا عندنا قوس مربعي S دولار ناقصا 2,000,000، إغلاق القوس المربعي، ومن ثم 0. بعد ذلك نضغط على موافق، راح يتم تغيير الأرقام من الإنجليزي إلى العربي بشكل مؤكد.